بقلاي كان عندكم شي فيديو واعر خيب وسلام خاصها لك بقلاي جيبوها جيبوها بقلاي لك صا أزرق قرب قرب شوية قرب قرب شوية أزرق مع قرب سير في عبد القادر تبارك الله وتكلم على المشاركة ديالك في هذا عجبنا هالشيء هذا عاش الملك الحمد لله شحال شحال دابا انت كتشارك هنا شحال مرة دابا هاد المرة عاد جيبها ياك اش الى مريح وقالوا لي مريح شوفوا عمي السلك حرك ها عندنا شي 7 ولا 8 في القوة واخا كيفاش كانت المشاركة ديالكم اليوم انتم عارفين الفرصة ديالكم النشاط وكان ها ماشي كان كنفرحوا به شي هذا كيعجبنا بزاف في الموسم وكاين الشطنة حنا كفلاحة هادشي كيعجبنا كنرتاحوا فيه واش يمكن تقول للدراري اللي بغاو يتعاطوا لهاد الفروسيه هادي انتما تعاونوهم تعاونوهم ما يتعلموا حتى هما ما تكثر الخيل تكثر الخيل مزيانه تكثر الخيل وتعلموا يركبوا الخيل الخيل زينه كتعلم واش عندك واش عندك شي فكره على هاد الرياضه هذه كيفاش كانوا القدامين كيفاش كانوا كيلعبوا حيت كانوا كيقولوا ولاد موسى معروفين بالرمايه والخيل وداك الشيء هذا جاب القاضي اخا السويدي السويدي قام معروفين حنا كانوا عندنا جوج الخيل عندكم الخيل عندنا الخيل كبير في التاريخ ديال الستينات شكون اللي كان شكون اللي حرق اللي حرق عليهم جدي الى هادو انتم خديتوا ابا على جدي خديتوا هاد الرياضه Thank you.